اوكي شباب، هلا هاي مش جلسة كمبيوتر، عرفتوا شو؟ بس حبينا اجيكم، القمر على اول تقريب ممكن، بس نعدل التلسكوب شوي. تمام، عم استعمل هون تلسكوب زي ما مكتوب سيلسترون استرو ماستر 130 اي كيو. هاي الجلسة ما حدا يسأل الكمبيوتر رجاء، اوكي؟ هاي بس هيك تسلاية. حبينا نفرجيكم القمر على اقوى شيء ممكن، على اقرب شيء ممكن، اوكي؟ لسه بعدني ما قربت، ترى بدني هاي هيك بعينك بتشوفها، ماشي؟ هيك بعينك زي ما هلا انت شايف، هيك بعينك بتشوفها. هلا بس حط التليفون، هلا التليفون محطوط، اوكي؟ هلا بشوف القمر على مكبر، اوكي، على اكبر تقريب بيعمل لي اياه التليفون، هيك كاني حطيت عيني مباشرة، اوكي. هلا عم شوف القمر، ركز منيح، طلع الجور، الشغلات انت ما شايفها ولا مرة بحياتك داخل القمر. انا هاي الجورة بالذات، هاي اللي هلا عم تمر شايف فيها نقطتين هيك جوا، جبلين صغار، تمام. نغير المكان التصوير، يعني هلا بفوتوا لحاله بالصورة عشان تتأكدوا ان القمر بيتحرك. عم نستعمل اكبر زوم ممكن على تلسكوب نص متر، اوكي. اذا في واحد بعده فيكم اهبل بعد مصدق ان الارض مسطحة، يفهم الارض مكورة، هي قدامك الارض، القمر طلع كيف، القمر فيش فرق عن بعض، اوكي. نادوا على أصدقائكم، علموا بالتاجات، خليهم يجوا يحضروا. صحت هنا. ما شاء الله عليك، ليك العداد، والله لجينا المجموعة كلها على الخط. ايه هذا أقوى زوم ممكن على تلسكوب نص متر قويته، اوكي، البعد بتاعه أو حتى 65 سم. مكتوب في الوصف، مكتوب حبيبي، اقرأ بالوصف. هذا على الإيد ترى، مش على موتور، لو على موتور بطلع أهون، بيهزش كتير، يكون محمول وممسوك أكتر على الموتور، على الرغم من مرات الريح بتهز شوية مدفي في الأسطح. لماذا لا تذهب إلى البحر لكي نرى هل السفينة تختفي؟ أرجع الصورة اللي ما شاف. إذا بعد حدا مصدق إن الأرض مكورة، شو اسمه، مسطحة، إذا في بعد حدا بعد مصدق أو حدا ضحكان عليه، الجهة التحتانية. نادي على أصدقائك. أنا كنت مستحي أعمل هذا الشيء بهالمجموعة، بس عشاننا مجموعة كمبيوتر، عرفت كيف؟ وصلنا، يلا. هيا أنت هلأ طاير فوق القمر، طاير طيران، عرفت شو قصدي؟ لما تطلع بالطيارة أنت هالقد على الارتفاع بتكون، عرفت كيف؟ لما تطلع فوق بالأرض عندنا بالطيارة على هذا الارتفاع بتكون. مكتوب حبيبي، كله مكتوب، بس انا عم بستعمل تليفون استرو ماستر، شو اسمه، سامسونج اي 7 2016، عشان ليك انا عندي تلسكوب، تليفون اليوليفون مجنني، يمكن لاني لعبان بالاعدادات، يمكن بدي اشوف، بدي بجرب، بس مجنني هذاك التليفون بالتصوير، طلعش الصورة صافية هيك، مش منيح للتصوير الفلكي هذاك، هذا تصوير صورة على الماشي.
اوكي عم استعمل على اقوى عدسة ممكن تستعملها على اي تلسكوب، اوكي اللي هي 4 ميلي، بس عم استعمل هون عدسة اسفرك، هاي بتيجي نص كرة قصتها، اوكي مفلطحة من جهة ومكورة من جهة تانية. صح، خليني افرجيكم من فوق، عشان افرجيكم من تحت. نادي أصدقائك، نادوا على شرفاتكم، علموا على الأسماء، حط كل واحد يوصل على رفيقه. اوكي راح اخليكم هلا من هلا خلال هالفترة هاي حتشوفوا عدد المشتركين في المجموعة، واخليه يطير طيران. تمام، ليك هاي من سطح، من تحت مش من فوق، ترى التلسكوب بيقلب الصورة شباب، يعني شو اسمه اللي بفوق، اللي بيكون فوق بصير تحت، واللي تحت بيكون فوق، عرفت كيف؟ هيك احضروها، يعني إذا ماسك تليفونك اقلبه عشان تفهم شو عم تحضر، إذا عم تحضر بتليفونك اقلبه. بس زعلوش مني إذا بهز، يعني أنا بدي أغير أماكن التصوير. الزهرة راح، والمريخ للفجر، يلا فشي. والسديم ما فينا نصوره على تليفون، السدم ما بتتصور على تليفون، هي الشغلة الوحيدة ما فينا نصورها على تليفون. يا ريت والله، يا بدك تليفون من هدول اللي فيهم كاميرا 2.0، عرفت كيف؟ في نظام كاميرا 2.0، او بدك تجيب كاميرا دي اس ال ار، وبعدين ما بتصور بلمحة، ما بتصور فيديو، هدول بدك تصورهم شو اسمه صور ثابتة إجباري. صحن جيمر، اي صحن جيمر مظبوط. شو قصدك هاي على القمر حبيبي؟ بس شو عم تقصد انت محمد؟ ما فهمت. هاي مش بليبيا، ها في مطرح بليبيا هيك بتشبه كتير المريخ، اوكي بتشبه كتير سطح المريخ. بس شي يوم يصير بدر، شي أسبوع زمان، خليه يفوت هلا. تذكروا اللي من تحت بيكون فوق، واللي فوق بيكون من تحت. عم صور من لبنان احنا، عرفتوا كيف؟ يعني انت هلا شايف الشقف الفوقانية، مش شايف الشقف التحتانية من القمر، اوكي؟ هلا باللحظة. دائما اذا معك تليفون اقلب الصورة، اذا معك تليفون اقلب التليفون فوق تحت، عرفت كيف؟ ما تخليه يبرم، ما تخليه يتحرك ويبرم. شو اشي؟ طيب كمان تنساش تعمل شو اسمه، هلا انا ما حطيت رابط قناتي يوتيوب، اكيد فيك تشوفها من خلال بثوث الحي اللي بنعملها كل يوم الساعة 3. اوكي الرابط، دور على اي بث حي سابق لإلي حتشوف رابط قناتي، اوكي؟ فاللي حابب يتعلم هذا الحكي موجود عندي بقناتي. كل العدة، كل الاكسسوار، كل شيء بدك اياه. هلا انا ما عندي كاميرات اللي بتخليك تجيب سدوم وهيك، لسه مكلفة هاي، يعني حتى مخطط، يعني بدي اجمع لي شيء 6000 دولار من شانها. الكاميرا ما في شيء جديد يعني علي، عم نفرج الشباب حبيبي، اللي مش شايف، اللي شايف يشوف. بس لاحظت انت قديش عدد اللي عم بيحضروا؟ اوكي لاحظت ولا لا؟ مكتوب، اللي بده يسأل سؤال نوع التلسكوب المكتوب المستعمل مكتوب في الوصف. اوكي سيلسترون استرو ماستر 130، اوكي 130 هي فتحة ال 130 ملي، يعني 13 سنتر فتحة المراية، بس المراية مش القسطة اللي حامل المراية، اوكي الأزازة نفسها، المراية نفسها، اوكي بتكون 13 سنتي، هذا البعد البؤري تبعها شي 65 سنتي كمان. لما تحط تليفون، اوكي
لو تحط تليفون عدسة 4 ميلي بصير بيعمل 650 مرة تقريب. لما تحط تليفون بيعمل 4 مرات تقريب، وبتحط عدسة 4 ميلي، اوكي العدسة العينية 4 ميلي بيعمل 4 مرات، بيعمل 650 مرة تقريب. عرفت كيف؟ فعدي اذا قادر افتح محل تلسكوبات والله تريش، اقسم بالله كثير. ما فيش كثير ناس بيقولوا لي ما في بدنا نشتري وبدي يكون عندنا، ما في. اوكي تصير برد انت بالكميات اذا عندك، اذا انك قادر. تمام، اللي فيكم شاطر يفتح بالمدن. اوكي في بس باستراليا في محل كان اسمه استراليان جيوغرافيك، اعملوا مثله، حط عراقي جيوغرافيك مثلا. بصير بيعوا كل شيء عدة بالأمور العلمية، فيزياء، كيمياء، بيولوجي، مايكروسكوبات، تلسكوبات، هيك شغلات. فإذا أنا مفروض كنت حطيت رابط القناة تبعي، بس يلا ماشي. فاللي بده رابط قناتنا شباب، واللي ما كان عم بيحضرنا بالأول الساعة 3 بيجي يحضرنا الساعة 3، ترى بنعطي إحنا يعني أسئلة وأجوبة منها بتستفيدوا مع بعض. كيف يعني؟ لا انا ما في رجع وقرب، انا ماخذ اول شيء ايسر. الايسر ايسر ولا ايسر انت؟ ايسر ولا مساي؟ دلوله تشفي. شباب بدي اشتري تلسكوب، اشتري من امريكا او بتنزل عنا على لبنان. اوكي او في من الصين بس ما تجيبوش، مش لانه هلا الازمه، لا عن جد عم بحكي، شو بدك بالازمه هلا؟ اوكي ما تشتري من الصين، التلسكوبات الموجوده على الانترنت مش كتير هالقد، غالي كتير على الفاضي يعني. اشتري من امريكا حتى لو كان اغلى، بس بتجيب شيء احترافي يعني، معاه موتور وتلسكوب محترف يعني. عرفت شو؟ التلسكوبات الاحترافية اللي عندهم الكبيرة الله يوفقك محمد خادم أو كاظم. اللي عنده تلسكوب ما بيبيعه حبيبي، هذا مثل الصلاة بصير. بصير مثل الصلاة هالقد يعني خشوع. تمام، اللي بده بيجي من لبنان بيشتري، بيطلع مشوار على لبنان بروح بجيبه. اوكي جيبه بالطياره، جيبوش ب تبروش على سوريا. ماشي، ما تروح على سوريا، بتعرف شو بصير هناك؟ شو اسمه الجمارك، ما بعرف كيف ربا. تمام، تبروش بسوريا وتاخذ هيك اشياء، اطلع بالطيارة. زاد سياحة هلا على الصيف وتجيب لك واحد. انا ما بلف في بيروت هالقد يعني. تمام، انا اخر مره نزلت على بيروت كانت الاسبوع الماضي، بس يعني يا دوب نزلاتي خفيفه صارت على بيروت ضروره بس. طيب اللي بده يشتري تلسكوب يفتح هذا الموقع، هذول اختصاص من امريكا، هذول جماعه اختصاص اسمهم OPTCORP.com. اوكي نكتب العنوان عشان تعرفوا يعني. اخترت البي وين الزاويه،
مش عارف اكتب. ايوه بس هلا رجع، بس اكتب الاسم، بس اصبر علي. كيف افتحوا هذا الموقع؟ اجيكم من فوق. انا هذا دائما افكره بالقلب، دائما دائما تلسكوب بقلب الصورة، اللي معاه تليفوني يقلب تليفونه، حطه بالعكس اذا كان يعني يقلب فوق تحت. بس عم تشوفه لايف يا احمد، هذا الفرق. فهمني حبيبي، هل بشوفه الصورة اوضح؟ انت عم تشوف لايف، في فرق، عرفت شو القصد؟ عم بتحس بطعمة الشي، يعني كأنك حاط عينك على التلسكوب، هذا هو الفرق، عرفت كيف؟ اوكي ايش، كيف هاي القمر كيف بيحرق؟ انت كمان هول تحسهم. اوكي بخاطري. اوكي عم استعمل اقوى زوم، يعني يعني القمر سريع. بس عليها شوي، بس اصبر عليه شوي. اوكي بس ما في صوت، شو بدك تشوف صوت؟ انا صوتي سامعني؟ هالقد اقوى شي يا سجاد، هالقد اقوى شي. عم سامع كبر التليفون 4 مرات، اكتر من هيك شو فيه؟ عم تهز من الريح حبيبي، من الريح، هلا في هواء. اوكي خلينا نرجع الصورة شوي. فورت هاي، ركز كيف مثلا جوار طالع فيها جبال بنصها، هذا كله خبيط نيازك،
ارتداش بيحميك القمر، هلا حاميك القمر نفس الشيء، بس هون خفيف اللي بتشوفه بالوجه غير اللي بتشوفه من خلف القمر. جهة المظلمة من القمر، الجهة المظلمة من القمر dark side of the moon بتكون مدروسة مثل رصاص. زوم اوت ما معش، خلص ما انا مستعمل او زوم، ما في زوم اوت. شكيت تشوف فتحة العدسة. هذه عدسة ثابتة مش عدسة زوم اللي عم بستعملها، لو عدسة زوم كان بعمل لك هذه الحركة، بس احنا مقصود عم فرجيكم اياه على اقوى شيء ممكن. ما هو اصلا التلسكوب ثابت ما عم يتحرك. ثابت ما عم يتحرك. هلا بس خلص فرجيكم كل شيء كيف العدة. تمام، بس نادى اصدقائكم وطلع العداد تبع المشاهدين. انا كذب زايف بتشوف بس صوب عليه مرة تانية. لا مزحهم محله. اوكي تمام، فش زحل. هلا فش زحل. اللي ما بده يعرف وين صار اماكن الكواكب بنزل سوفت وير اسمه على التليفون اسمه سكاي ووك، سكاي ووكر عفوا، سكاي ووكر، سكاي ووك، سكاي ووك عفوا، سكاي ووك رقم 2 الاصدار الثاني يعني. اوكي فزحل وهدول على الصيف حبيبي، مش هلا بس خلي يجي الصيف قبل. لو على المغرب بتجوا نعملكم جلسة هيك على المغربيات بنفرجيكم الزهرة، بس بطلعش كثير حلو يعني. عملت فيديو حطه، شوف قناتي سوبر لينكس اسمها. تمام نظبط الصورة بعد. شوف اجيك من الجهة الثانية. شو هاي فولت هاي، لازم رد اضبطها.
اه ما فين الحق، انا ما عندي التلسكوب، مش حاطه للملاحقة، ما عنده موتور، هذا على ايد حبيبي. انت خد سكرين شوت، انت خد سكرين شوت عن الفيديو، انت نفسك خد سكرين شوت عن الفيديو، تمام؟ يعني هزتكم شوي صغيرة، لو هزت مكتوب يا علي في الوصف حبيبي، اقرا الوصف. تلسكوب لوحده ما بيعمل شيء، بدك تجيب كاميرا معه، في على الأقل بتجيب تعليقة كاميرا تليفون، تمام؟ تعليقة التليفون عشان تعلق عليه الكاميرا، تصور من كاميرا التليفون مباشرة. هذا البث عم بيتم برعاية فيسبوك. اوكي. اعملوا تاج على رفقاتكم عشان يجوا يحضروا. اوكي. بطارية هذا التليفون بلشت تخلص، تمام؟ ايه على 5%، خلص خلص البث، تمام؟ بس تطفي الكاميرا الله معاكم، ماشي؟ او خلينا نوقف احسن ما يضيع علينا، قلت كيف؟ خليكم تشوفوه بعدين، ماشي؟ خلينا نسكر لانه البطارية فضيت تبع هذا التليفون، هذا التليفون خربان ترى، شو اسمه، مفتاح الشاشة خربان خربان. اوكي. ما فيش وضوح حبيبي بالقصة. هذه مراية يعني. احضر، افتح على قناتي يا سجاد، اكيد بحضرنا احنا يوم ال كل يوم الساعة 3. افتح قناتنا، افتح اي بث حي لي بالمجموعة، والحق رابط القناة، تمام؟ اي بث حي لي في المجموعة. اوكي. اليوم الصبح كنا عاملين واحد، تمام؟ ماشي. دور على منشوراتي، يعني اكتب الاسمي، ماشي؟ طيب بس ايه سريع، بس خلاص بكفي. لا لا، انا بطارية التليفون راح تخلص وبدنا نلحق نصور، تمام؟ اي انا تمام. فعلى السريع بس عشان تشوفوهن، هاي هون، هون هاي هون في الشقفة، هاي العدسة هون نازلة، شايفينها هون بهي الدويرة. خلينا نضوي لكم عليها، بس مشكلة خايفة تخلص البطارية بكير، هاي بس عشان تاخذ فكرة على السريع، تمام؟ بس خلينا نطفي البطارية على الآخر. هون العدسة العينية، اوكي، هيدي تعليقة التليفون، بتتحرك هاي، في نحرك على الثلاث أجهات. هذا قلم الليزر، شاور على القمر، اوكي. وبعدين هذا النظور مساعد، بس نظور مساعد هذا اضعف.